فكرة بسيطة كده عن الاناتومي بتاع السكروتم. ده السكروتال وول بيبقى اوف ديفرنت ليرز، سوبرفيشال فاشيا ودارتوس ماسل واكسترا فاشيا تاني. بعد كده بنشوف التستس جوه السكروتم كافيتي اللي هي ديت، بتبقى سراوندد بكولاجين فايبر بسميه تيونيكا البيوجينيا، بتبقى محاوطه التستس كلها، ودي بتعمل ترانسميشن للسبيرمز من خلال السيمينيفرس تيبيول. بعد كده بتروح لبيت التستس، هنقول ده بالتفصيل بعد كده. في لير تانية اللي هي تونيكا فاجيناليز، دي عبارة عن تو ليرز، واحدة لازقة على التستس والتانية جات لسكروتال وول. مفروض ان هي بيبقى فيها شوية فلويد قليلين، ده النورمال، انما لو لقيت الفلويد زاد عن كده بتبقى دخلنا في حاجة اسمها هيدروسيل. التستس نفسها بتبقى سيمتريك وفويد ستراكشر، ات بيرث بتبقى 1.5 سم في سنتي، وبوست بيوبيرال بتبقى 5 × 3 × 2 سم. ولو شفتها بالالترا ساوند بلاقيها زي ما باين هنا كده، انها هوموجينيوس تكتشر، لا فيها هايبو ولا هايبر ايكوجينيستي بالمنظر ده، ده كالسيفيكيشن، لكن هي بتبقى النورمال بتاعها بيبقى هوموجينيوس زي المنظر ده كده. هنشوف الدياجرام ده هيوضح لنا جزء من الاناتومي. بنقول ان في التستس ديت بتتقسم الى لوكيولز بحاجه اسمها ميدياستاينم، ميدياستاينم ده بيطلع فايبرس سبتم، بتقسم لي التستس الى لوكيولز. اللوكيولز ده بيبقى جواها حاجه اسمها سيمينيفرس تيوبيول، سيمينيفرس تيوبيولز، السيمينيفرس تيوبيولز دي بتنقل السبيرم، وبعدين تخش على حاجه اسمها ريتي تستس، بتبقى تجويف اوسع. من الميتي تيستس ده بيطلع افرنت تيوبيول، تخش على الافرنت تيوبيولز اللي هي دي، تقوم داخله على الابيديديمس في منطقه الهيد اوف ذا ابيديديمس، بعد كده يمشي السبيرم في البودي ويروح للتيل لغايه ما يروح للفاس ديفرنس اللي بيخش على السباينال كورد. السباينال كورد ده بيعدي من الانجوينال كانال، السبرماتيك كورد بيعدي من الانجوينال كانال، وبيبقى فيه الفاس ديفرنس، وبيبقى فيه ارتري، وفي فين اللي هو البامبينو فورم بلكسس اوف فين، ده اللي هو السبرماتيك كورد. المدياستاينم تيستس دي بتبان بالالترا ساوند ذا ايكو دينس لاين زي ما احنا شايفين دوت، ده الميدياستاينم استراكشر بيترافيرس الميد بورشن بتاع التيستس. لو جينا نتكلم عن الابيديديمس، الابيديديمس ده عباره عن تراي انجولر شيب بيبقى موجود اراوند التيستس. السوبر بورشن ده بنسميه الهيد اوف ذا ابيديديمس، ومفروض في بودي بيبقى موجود بوستيريور للتيستس والتيل انفيريور للتيستس. نورمالي ان انا يعني في معظم الحالات بشوف الهيد، المفروض ان البودي والتيل بيبقوا نورمالي ان انا ما اشوفهمش. لو انا شفتهم وبقوا واضحين ده دليل ان في انلارجمنت للابيديديمس از هول. يبقى انا بقسم الابيديديمس الى هيد وبودي وتيل. الهيد عباره عن بيراميدال استراكشر من 5 لـ 12 ملي، والبودي من 2 لـ 4 ملي، والتيل من 2 لـ 5 ملي في الانفيريور بول بتاع التستس. والفاز ديفرنس زي ما شرحنا قبل كده. في حاجه اسمها ابندكس تيستس اللي هي بتبان اوفل المنظر ده، ده ما اقولش عليها ابيديدمس لان الابيديدمس بتبقى انجولر زي ما احنا شايفين، دي سمولر واوفل وراوندد، وبشوفها في بعض الحالات بتبقى 92% يونيلاترال و69% بايلاترال، وهي اوفويد ستراكشر 5 ملي ان لينث وايزوتو تيستس اند مي بي سيستك. في بعض الحالات بلاقيها ان هي سيستك. السبرماتيك كورد ده عباره عن كورد بيحتوي على العديد من الاستراكشر زي الفاز ديفرنس، التستيكولار والكريماستريك والديفرنشال ارتريز، والبامبينو فورم بلكسس اوف فين، حزمه من الفين بسميها بامبينو بلكسس اوف فين، والجينيتو فيمورال نيرف وبعض الليمفاتيك. ده المكونات بتاع السبرماتيك كورد.
طب ايه الفاسكولار سبلاي اللي بيغذي التستز؟ اهم حاجه اللي هو بالنسبه للارتيريال سبلاي التستيكولار ارتري. التستيكولار ارتري ده بيبقى في بوم الاورطه ديستال، اللي بيطلع من الاورطه ديستال لفينال ارتري وبيخش السبرماتيك كورد، ومن السبرماتيك كورد بيروح على الديب انجوينال رينج، بعد كده بينتريت التيونيكا البوجينيا عند البوستيريور اسبكت بتاع التستز، وبشوفه هنا في الالترا ساوند كلينير هايبو اوكوليك تيوبولار ستراكشر ماشي في الميد بورشن بتاع التستس. طيب ده قلنا الارتيريال سبلاي. الفينوس درينج بيتم بحزمه من الفينز بسميها بامبينو فورم بلكسس اوف فينز، بعد كده بتدرين في التستيكولار فين اللي بيقوم رايح في اما درين للانفيور فينا كافا دايركتلي او درين للانفيور فينا كافا عن طريق الليفت فينال فين في الليفت سايد، وده هنعرف ان ده اللي بيعمل الفاريكوسيل في الليفت سايد مور كومون عن الرايت سايد، علشان الكورس بتاع الفينوس درينج بالنسبه للليفت سايد بيبقى لونج وبيبقى باكيوت انجل، لذلك بيبقى بزاويه قائمه، فبيبقى الليابيليتي للستيزز انه يحصل فاريكوسيل اكتر من الرايت سايد اللي بيحصل درينج دايركتلي على الانفيرو فينا كافا. ما نيجي نعمل اكزامينيشن للتستز عن طريق ال، ممكن اقعد احسن انا مش مالك. في التي ويت، التي ويت ايمج زي ما احنا شايفين ادا التستز بتبان يونيفورم وانترميديت سيجنال انتنسيتي، واللي حواليها ده فلويد بتاع هيدروسيل بيبقى زي الفلويد سيجنال انتنسيتي في التي 1 بيبان اسود زي ما هو باين هنا، ودي التستس في الاذر سايد نورمال كومبليتلي ما حولهاش هيدروسيل. لو عملت تي 2 بيبان التستيكولار ريلاتيفلي هايبر انتنس، البارينكا بتاعت بتبان ريلاتيفلي هايبر انتنس، وزي ما انا شايف هنا في التي 2 سراوندد بهيدروسيل اللي هو بيبان برايت يعني اوف هاي سيجنال انتنسيتي. والنقطتين السود ده في الرايت وفي الليفت سايد دي اللي هي الميديا ستاينر تيستز، وعشان معموله من فايبر تيشو بتبان لو سيجنال انتنسيتي في تي 1 وفي تي 2. لو خدت كرونال سيكشن تي 2 ادا النورمال تيستز بتبقى اوف ريلاتيفلي هاي سيجنال انتنسيتي، والبلاقي اللي هو السراوندنج لير اللي حواليها ده عشان موجود معمول من كولاجين فايبرز فبيبان اوف لو سيجنال انتنسيتي، وذر اون تي 2 او في تي 1 بيبان اوف لو سيجنال انتنسيتي، يبقى ده اللير اللي سراوندد التيستز ده اللي هي التونيكا البوجينيا، وبرضه واضحه هنا وده اسوشيتد معاه هيدروسيل باين برايت في البتاع. فبلاقي ان التستس في التي 2 ويتد ايمج بتبقى اوف هاي سيجنال انتنسيتي، التونيكا البوجينيا اوف لو سيجنال انتنسيتي، الابيديدمس اللي هو دوت بيبان اوف لو سيجنال انتنسيتي كومبيرد مع التستس اللي باينه اوف ريلاتيفلي هاي سيجنال انتنسيتي. السبرماتيك كورد اللي هو احنا شايفينه كده عباره عن حزمه من تيوب فيها فيزل وفيها فين وفيها لينف وفيها فاز ديفرنس، يبقى ده اللي هو السبرماتيك كورد. بلاقي هنا اريا اوف سيجنال فويد دايليتد بامبينو فورم بلكسس اوف فينز، يبقى ده ممكن يكون مايلد بيليتيشن ديو تو مايلد فاريكوسيل. سامعين ولا؟ ما اجي اعمل اكزامينيشن بالالترا ساوند لاي سكروتم بسال نفسي سؤالين. السؤال الاولاني لو لقيت في فوكال ليجن او لقيت ماس او سيست ديت انترا تستيكولار ولا اكسترا تستيكولار، ده سؤال مهم جدا. تاني سؤال بساله لنفسي الليجن دي سيستك ولا سولد، يبقى هما سؤالين بسالهم لنفسي اول ما بحط البروب على السكروتم عشان اعمل اكزامينيشن للسكروتم والتستس جواه. فبشوف هل هي انترا تستيكولار ولا اكسترا تستيكولار ليجن،
وده بقدر افرقه بالالترا ساوند بسبيسيفيتي اب تو 98%. ولكن في بعض الاحوال بلاقي ان الماس دي بتبقى طالعه من الكبسول او اكسترا تيستيكولا، فتعمل اندنتيشن للكبسول وبروتودنج انتو ذا تيستس، فبيبقى في مشكله هل دي انترا تيستيكولا ولا اكسترا تيستيكولا. في الحاله دي بقوم استعين بالام ار اي، ده هيساعدني في انه يعمل لوكاليزيشن للليجن ويعرفني اذا كانت انترا ولا اكسترا تيستيكولا. وده سؤال مهم جدا. ليه؟ هنعرف دلوقتي القاعدة وشوازها بتقول ان في اي انترا تيستيكولار سوليد ماس لازم اعتبرها مالجنانت انتل بروف اذروايز. يبقى لو لقيت انترا تيستيكولار سوليد ماس لازم اعتبر ان دي مالجنانت لغاية ما اثبت العكس. لو في اكسترا تيستيكولار سيستيك ماس بتبقى في معظم الاحوال بناين. زي ايه الاكسترا تيستيكولار سيستيك ماك؟ زي الهيدروسيل، الفاريكوسيل، السبرماتوسيل او الهيمنيا. الاكسترا تيستيكولار سوليد ماس بقى دي موست لايكلي انها تبقى بناين، ولكن 3% منها ممكن تبقى مالجنانت. لكن الانترا تيستيكولار سوليد ماس بعيد تاني، يبقى لو لقيت انترا تيستيكولار سوليد ماس لازم اعتبرها مالجنانت انتل بروف اذروايز. اللوكاليزيشن اوف ذا ماس تو ابيديرمس او السبرماتيك كورد او اور اني سيرتن بارا تيستيكولار لوكيشن كان شورتن ذا ديفرنشال دايجنوس. طبعا دي بتسهل لنا التفرقه. لما نيجي نتكلم عن التيستيكولار ليجن بقسم اول حاجه بتكلم عنها التيومر، فبتكلم عن المالجنانت تيومر. المالجنانت تيومر ديت اهم حاجه فيها هي لسته كبيره، اهم حاجه فيها الجيرم سيل تيومر، والجيرم سيل تيومر بتمثل 95% من المالجنانت تيستيكولار تيومر. وبنقسمها الى تو جروبز، لا اما سيمينوما لا نون سيمينوما بسهوله شديده جدا. في اذر بقى تيومر، استرومال تيومر او ميزنكايمال تيومر او لينفويد اند هيماتو بيوتيك تيومرز او ميتاستس، كل ده بيمثل 5%، لكن الاساس عندنا انها تبقى الجيرم سيل تيومر، وزر ان هي سيمينوما او نون سيمينوما. لو جينا نتكلم عن السيمينوما دي الموست كومون تيستيكولار تيومر، وبتمثل 50% من الجيرم سيل تيومر، وبتيجي في الرجاله اللي هم اراوند 40 years old، وما بنلاقيهاش خالص في الاطفال. الاهم ساين هنا لابوراتوري ان الالفا فيتو بروتين نيفر اليفيتد ان بيور سيمينوم، ودي اللي هيفرقها لنا عن النون سيمينوم. يبقى الالفا فيتو بروتين ما بيزيدش ابدا في البيور سيمينوما، لكن ممكن يزيد في النون سيمينوما. طب انا لما باجي اعمل لها اكزامينشن اما بالالترا ساوند او بالسي تي، بالالترا ساوند زي ما شايفين في الحاله دي عباره عن هوموجينيوس هايبر اوكوجينيك فوكال ليجن موجوده انترا تيستيكولا، انترا تيستيكولا. انا التيستس اهي وهي ويل ديلينيتد اهوت وهايبو اوكويك في الباترن بتاعها، فتبقى هوموجينيوس هايبو اوكويك سموث لوبيوليتد مارجن. ممكن التيستس في 50% من الحالات بتبقى توتالي ريبليسد بالماس او توتالي اوكيوبايد بالماس. ممكن الاقي الكالسيفيكيشن او السيستيك كومبوننت جوه الماس في نسبه قليله بتمثل 10% بس من حالات السيمينوما، ومن النادر انها يحصل لها اكستنشن بياند التيونيكا البيوجينيا. بعد كده بنقول ان 25% بيحصل لها سبريد ويزر لمفاتيك اور هيماتوجينوس روت سبريد. ده بالالترا ساوند اكزامينيشن انترا تيستيكولار ماس اوف ليبوليتد مارجن اند هايبو اوكويك سيجنال انتنسيتي. بالام ار اي بتبقى ايزو انتنس في تي 1 او هايبو انتنس في التي 2. ولو اديت انهانسمنت انكريز ذا كونتراست انهانسمنت اوف مالجنانت كومبيرد ويز نورمال كونترالاترال بانك، بتاخد انهانسمنت لو اديت كونتراست. ده الالترا ساوند بتاع نظر حلقه نظر كيسز نظر كيس في مالتيبل راوندد هايبو اوكويك فوكال ليجن لوكيتد انترا تيستيكولار.
بالام ار اي لقينا هنا ان هي مالتيبل نفس الباتن ومالتيبل اوفال او راوندد ماسز اوف لو سيجنال انتنسيتي، ونفس الكلام هنا في التي 2. بنقول هنا في هنكمل دي حاله ثانيه برضو، لقين ان هنا لارج ماس فيرلي ديفايند اوف هيتروجينس ايكوجينيك باترن بارشلي هايبو بارشلي هايبر، والجزء الكومبريسد ده النورمال تيشو بتاع التستس، يبقى دي لارج انترا تستيكولار ماس اكوباينج اولموست اول ذا تستيكولار سبيرنج اونلي سمول بارت من النورمال تيستس. لو عملت لها دوبلر بلاقيها ان هي بتديسبلاينج هايلي فاسكولار باترن باي كلر دوبلر اكزامينشن، وزي ما احنا شايفين هنا في سيستيك ديجنريشن في الحاله دي. انذر كيس عملنا اكزامينشن باي لاترال عشان نوري الفرق في الليفت سايد نورمال تيستس تماما، في الرايت سايد في فيرلي ديفايند هايبو اوكويك ماس ويزن ذا تيستس. لو عملت لها دوبلر باين واضح جدا الهاي فاسكولاريتي اللي هي وزين ذا ماس عن النورمال تيستس اللي الفاسكولاريتي فيها قليله، يبقى هي ممكن بتبقى في هاي فاسكولار، فعشان كده بتاخد انهانسمنت حتى في الام ار لو اديت كونتراست زي ما احنا شايفين هنا برضو بالام ار اي تي 2. بنقول ان في ماس اهيت واخده ميكسد سيجنال انتنسي هاي مع هايبو سيجنال انتنسي. طب احنا اتكلمنا عن السيمينوما اللي هي مثلا 50%، بنتكلم عن النون سيمينوميتاس تيومر، دي برضو انتراتستيكولار تيومر مالجنانت تيومر بتبقى في المين ايدج اراوند 30 ييرز، ودي بتفرقها عن السيمينوما ان الالفا فيتو بروتين بيبقى اليفيتد، الالفا فيتو بروتين اليفيتد لكن في السيمينوما ما بيبقاش نيفر ان هو يبقى اليفيتد. بالالترا ساوند احنا كنا قلنا في السيمينوما بتبقى هوموجينيوس هايبو هوموجينيوس تكتشر، لكن في النون سيمينوما 70% من الحالات بنلاقيها ان هوموجينيوس وهايبو اوكويك تكتشر. في السيمينوما بتبقى الى حد ما بقدر ان انا اعمل احدد المارجن بتاع الماس، لكن في النون سيمينوماتاس بتبقى لها ال ديفايند مارجن. في الثانيه قلنا بيحصل سيستيك ديجنريشن او كالسيفيكيشن بنسبه قليله حوالي 10%، في النون سيمينوماتاس تيومر بيبقى السيستيك كومبوننت بيمثل بيبقى موجود في 60% من الحالات، وممكن الاقي معاها كالسيفيكيشن او اسوشيتد هيموريج اند فايبروزس. واحنا قلنا في السيمينوماتاس ان هي انها تعمل انفيجن وتطلع بياند التستس، لا في 60% من حالات النون سيمينوماتاس بلاقي ان بتخش في ادفانسد ستيج وبيحصل لها انفيجن اوتسايد ذا تيستس. يبقى ده الفروقات اللي بين السيمينوماتاس والنون سيمينوماتاس تيومر لابوراتوري وبالترا ساوند اكزامينشن. بالام ار اي بتبان ايزو انتنس في التي 1 اند هايبو انتنس اون تي 2. ده مثال لنون سيمينوماتاس انترا تستيكولار تيومر، طبعا ال ديفايند ماس مش قادر ارسم لها حدود، وفي لارج سيستيك ديجنريشن جواه واخده برضه هايلي فاسكولار بالدوبلر بالام ار اي ويز كونتراست انهانسنج اهيت، والجزء اللي هو في النص اللي هو سيستيك ديجنريشن مش واخد انهانسمنت. فدي حاله من النون سيمينوماتاس انتراتستيكولار تيومر، ودي انذر كيس برضو ادا الماس واضحه انتراتستيكولار ويز ال ديفينيشن للمارجن بتاعها، وده النورمال تيستس هنا واضح في الصوره. في فينومينا كده هنعدي عليها بسرعه اسمها بيرند اوت جيرم سيل تيومر، ان هو بيحصل سبونتينيوسلي ريجريسد تستيكولار تيومر، ما بيبقاش يعني تيومر بتطلع وبعد كده بنبص ما نلاقيش ريميننج فايبل تيومر موجوده وريبليسد بسكارنج اند فايبروزس. بتطلع من النون سيمينوماتاس جيرم سيل تيومر، ولكن برضه ممكن الاقيها في السيمينوماتاس تايب.
بتبقى رابيدلي اوت جرو زي البلاد سبلاي والسبسيكونت ايجريشن اند نيكروزز اند سكارنج. بيقل البلاد سبلاي وبيختفي فبيحصل لها نيكروزز وايجريشن وسكارنج. وبالالترا ساوند بشوف زي المنظر هنا عباره عن ريجريسد جيرم سيل تيومر ابير از هايبوكوريك او ال ديفاين انترتستيكولار كالسيفايد ليشن هنا في الالترا ساوند. وهنا في الام ار اي بتبان از افوكال لو سيجنال انتنستي اريا وزود اني فيزبل. مثلا لو عملت انهانسمنت مش هتاخد انهانسمنت والديفرنشال دايجنوز بتاعها بتبقى شبه فوكال اريا اوف سيجمنتال انفاركشن. ده اللي هي البيرند اوت اللي هي الفينومينا اللي اسمها بيرند اوت جيرم سيل تيومر ما بتشوفهاش كتير. نخش بقى بعد كده على التستيكولار بناين ليجنز. ممكن نلاقي سيست في التيونيكا البوجينيا، ممكن نلاقي سيمبل سيستز، ابيديرمويد سيست، تيوبولار اكتازيا اوف ريتس سيستز، انترا تستيكولار ابسيز اند تستيكولار مايكولايزيز. ده هنتكلم عنهم بالتفصيل واحده واحده. التونيكا البوجينيا سيستد سمول سيست بتطلع من 2 ل 5 مللي بالبابول ماس، بتبقى لونج الابر واللاترال اسبكت اوف ذا تيستيكل. ممكن تبقى سنجل او مالتيبل. وبالالترا ساوند بنشوفها از سمول بيريفيرالي لوكيتد انوكويك او هايبوكويك ليجن يعني نقول انوكويك ادق وزن ذا لير اوف ذا تيونيكا. بتبقى لارجر جينو مي كومبريس ذا تستيكولار بارينكما اند سيموليت ان انترا تستيكولار ماس. وهنا بتعمل لي مشكله ان انا ابدا اشوف، فلازم اعمل لها بقى ام ار اي عشان اشوف السيجنال انتنستي بتاعت الفلويد زي ما باين هنا كده. ده لارج تستيكولار سيست بالكاركتر بتاع اي سيست، اي سيمبل سيست بتبقى اسيمتوماتيك وانسيدنت ديسكفرد وسيميلر لاي سيمبل سيست اني وير زي ما احنا شايفين هنا في الالترا ساوند ايكو فري سيست. وهنا في الام ار اي واخده الفلويد كونتنت نفس السيجنال انتنسيتي بتاعت الهايدروسيل اللي حوالين التستس، يبقى ده سيمبل سيست. انذر كيس واضحه جدا. في حالات بنشوف فيها الدايليتد ريتس تيستس. احنا لما قلنا في الاناتومي الريتس تيست اللي هو موجود في المنطقه ده السيمينيفرس تيبيول بيقوم ماشي فيه السبيرم ورايح على الحته اللي هي الواسعه ديت زي ريزرفوار للسبيرم، بيطلع منه افرنت تيبيول وافرنت تيبيول عشان يروح للهيد اوف ذا ايبيديمس. ممكن يحصل هنا اوبستراكشن للافرنت تيبيولز، فلما يحصل اوبليتريشن او اوبستراكشن للافرنت داكتس ديت فبينتج عنها اللي هو السيستيك دايليتيشن، فبيعمل لي اللي هو الدايليتد ريت تيستس اللي هو بيبان بالمنظر ده. وفي ده في الام ار اي اوف فلويد كونتنت اللي هي واخده هاي سيجنال انتنسيتي زي هنا كده زي بتاع الهيدروسيل بالظبط. ف دي بتبقى في بعض الاحيان بايلاترال بات فريكوينتلي اسوشيتد ويز سبيرماتو سيل frequently associated with spermatocele وبتبقى common في المين over 55 years. بالالترا ساوند بشوف ايه؟ بشوف multiple small tubular cystic anechoic areas at the mediastinum area at the mediastinum area. ما بيبقاش معاها mass effect ولا geographical shape differentiated from cystic tube. بالام ار اي بتبقى عباره عن tubular hyper intensity في التي 2 زي ما احنا شايفين هنا، وبالكونتراست ما بتاخدش اي انهانسمنت، نو انهانسمنت ات اول، لانها عباره عن فلويد كونتنت. في نوع تاني بناين بيبقى انترا تستيكولار وده نركز فيه شويه اللي هو الابيديرمويد انكلوجن سيست، لان ده بيشذ لنا القاعده شويه لما بنشوفه بنتلبخ هل ده بقى سيمينوما ولا ده بناين تيومر وليه قلنا بناين تيومر؟ لان هو ويل ديفاين زي السيمينوما وهايبو اوكويك، لكن هو فيه كلو مهمه قوي راديولوجيكالي بتبان بالالترا ساوند او بالسي تي اللي هو الاونيون رينج باترن بلس ان انا لو عملت دوبلر نو فلو، يبقى ده مهم قوي في الحالات دي. لو شفت ده ما اقولش بقى سيمينوما او ما اقول ان دي ممكن تكون ايبيديرمويد انكلوجن سيست، ده بسجنومونيك ساين ان انا الاقي اونيون رينج باترن بلس لو عملت دوبلر نو فلو ان دوبلر استادي. ااا
كلينيكالي بلاقوا ان هو ده بالبابول بينلس ماس في الادوليسنت، بيبقى 1-3 سنتي ات ديسكفري وتريتد بالانيكيوليشن رازل زان اوركيوكتومي. ده الفرق، الاوركيوكتومي بعملها في السيمينوما، انما هنا بعمل انيكيوليشن بس لما الاقي الباترن ده واتاكد ان هي ايبيديرمويد انكلوجن سيست. بالام ار اي زي ما هو باين هنا بلاقي alternating rings of low and high signal intensity. ادا رينج هاي لو اوف لو ورينج تانية اوف هاي متبادلين مع بعض، بلس ان انا لو عملت ام ار اي ويز كونتراست بلاقي نو انهانسمنت. اكرر تاني ان دي انترا تستيكولار تيومر ويل ديفايند مارجن، وبتخش في لما بشوفها بتخض اقول ان دي سيمينوما، فاقوم اعمل ايه؟ اشوف الباترن بتاعها، لو لقيت الاونيون رينج باترن ابدا اعمل دوبلر، لقيت الدوبلر مفيش فلو خالص جواها يبقى انا اشخصها ان دي ابيدوميد انكلوجن سيست نوت سيمينوما. واضح هنا خالص في الالترا ساوند عامله زي الدوامه اهيت، عباره اونيون بيل رينج والانترا تستيلوكولار ويل ديفايند مارجن نفس الكلام، وفيها كالسيفيك فوكس اهوت. نيجي بقى على الانفلاميشن للتيسز والابيديديمس، بنسميها حاجه اسمها ابيديدمو اوركايتس. هما في حاجتين بيعملوا اكيوت سكروتال بين، الابيديدمو اوركايتس والتورشن اوف ذا تيسز، هما حاجتين دول. انا لما يجي لي واحد عنده اكيوت سكروتال بين يبقى حاجه في الاثنين، لا ابيديدمو اوركايتس لا اما تورشن اوف ذا تيسز، وهنشوف ايه الفرق بينهم. الابيديمو اوركايتس ده الكومنست كوز بتاع الاكيوت سكروتال بين ان يانج ادلت. كلينيكال بيبان، بيجي لك بيقول لك انا عندي بين شديد في السكروتم، ففي تيست كده بيتعمل ان انا برفع السكروتم اباف السيمفيس بوبز، لو البين ده ريليفد يبقى ديت ابيديمو اوركايتس مش تورشن اوف ذا تيستس. بتحصل بايه؟ بالسيكشوالي ترانسميتد اورجانيزم، وبتبدا عند التيل اوف ذا ابيديمس، بتبدا عند التيل اوف ذا ابيديمس. طيب زي اي انفكشن بايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ان ممكن تحول لابسز، ممكن يحصل اتروفي او يحصل انفيرتيليتي، وممكن يتكون حوالين التستس انفكتد فلويد اللي هو بالالترا ساوند. ايه بشوفها ازاي بالالترا ساوند؟ بلاقي انلارجد ابيديدمس اند تيستس ويز هايبو اوكويك هيتروجينوس باتن، زي ما باين هنا ادا الهيد اوف ذا ابيديدمس زي ما قلنا. الاحظ ان هو لو هيتروجينوس باتن مش هوموجينيوس، كذلك التيستس ديفيوزلي انلارجد وتحس ان هي اوف هيتروجينوس باتن، حتت هايبو وحتت هايبر، واخدين بالكم؟ فبقوم عامل دوبلر بعد كده الاقي الجزء بتاع الابيديدمس ده هايلي فاسكولار باتن، كذلك التستز نفسها مدياني واضح قوي البروميننت فيزلز فيها واضحه ودايليتد فهايلي فاسكولار، يبقى ده ابدا افكر في الابيديدمو اوركايتس. وده بالام ار اي بلاقي سكروتال وول سيكننج زي ما احنا شايفين كده. احنا قلنا ان السكروتال وول المفروض النورمال، نسيت اقول ان هو النورمال بتاعه من 2 ل 8 ملي، فلو لقيته السيكنس بتاعه اكتر من كده ده دليل ان في اديما او نتيجه اسوشيتد انفكشن او ماس او وات ايفر. الديفرنشال دياجنوز بتاعها ممكن يخش معاها الديفرنشال الليمفوما او الليوكيميا او الميتاستاز، وهي بتبقى هايبر فاسكولار زي ما قلنا بالالترا ساوند دوبلر. لو اسوشيتد معاها هيموريج بتبقى تديني هايبر ايكوجينيك، بتبقى تديني بديسبلاي هايبر ايكوجينيك باترن، وممكن الاقي زي ما احنا قلنا هنا ان في سكروتال وول سيكننج نتيجه اديما، ويبقى اسوشيتد معاها كمان هايدرو سيكي. دي حاله ثانيه ظريفه جدا، مبين لنا هنا التست اهوت كومبليتلي نورمال مفيهوش اي حاجه، لكن لو بصيت على المنظر ده ادا الهيد اوف ذا ابيديدمس وادا البودي، مفروض نورمالي البودي ده في كثير من الحالات ما بشوفوش لما بتبقى ما بيبقى نورمال. طالما كبر بهذا الحجم وجعنا ورا كده انفيريور ادا التيل، يبقى ده
مع وجود هايب اوبيجيستي، ولو عملت له دوبلر ولقيت له هايلي فاسكولار يبقى ده ممكن تكون ايبيديدمايتس فقط وليست معاها اوركايتس، ولكن في معظم الحالات بيبقوا الاثنين يجوا مع بعض بقول عليهم ايبيديدمو اوركايتس، لكن ممكن في حالات كتير نشوف انها ايبيديدمايتس فقط. الجزء ده انفيريور للتستس يبقى ده ايه؟ التيل بتاع الابيديدمس زي ما احنا شايفين اوف هيتروجينس باترن وحتت هايبو، لو عملت له دوبلر برضه هلاقيه ان هو هايلي فاسكولار، يبقى ده ابيديدمايتس كونفايند في التيل اوف ذا ابيديدمس. زي ما احنا شايفين هنا التست زيت وده جزء هايلي فاسكولار الابيديدمس. نفس يعني بالام ار مش ملوش رول قوي هنا، الالترا ساوند اعتقد ان هو يعني بيديني صوره اوضح. ده ممكن يكون بقى انها اتحولت لابسز كافيتي تمام في تي 1 لان ده اسوشيتد مع هيدروسيل. فالهيدروسيل بيبقى زي ما احنا شايفين ده هم التستس في الجهه الثانيه، وده التستس اللي هي جواها ابسز زي ما احنا شايفين واخد اللي هو الفلويد كونتنت في التي 1 اللي هي بتبقى سودا، وفي التي 2 بتبقى بيضاء زيها زي الهيدروسيل بالظبط. فده تستيكولار ابسز از ا كومبليكيشن اوف ايبيديدمو اوركايتس. نيجي لتاني سبب من الاكيوت من الحاجات اللي بتعمل اكيوت سكروتال بين اللي هو التستيكولار تورشن. التستيكولار تورشن ده ايه هو بالظبط؟ عباره عن تويستنج للتستس حوالين البيديكل بتاعها. طب هي لما تقوم لفه حوالين البيديكل بتاعها يحصل ايه؟ بيحصل فينوس اوبستراكشن. فلما يحصل فينوس اوبستراكشن يقوم التستس يحصل لها سويلنج. فلما يحصل لها سويلنج بيبقى الانتراتستيكولار بريشر بتاعها يعلى ويعدي الارتيريال بريشر. فلما يحصل ده يقوم يوقف الارتيريال فلو، يقوم يحصل اسكيميا وبعد كده هيموراجيك نيكروز. واضح الباثولوجي بتاعها بسهوله جدا. طيب التستيكولار سالفاج ريت بتاعها بيعتمد على الديجري اوف روتيشن وعلى الديوريشن اوف اسكيميا. زي يعني لو انا لحقت جالي العيان ولحقته في اول 6 ساعات بيبقى السالفاج ريت بتاعته وبيحصل له تحسن بنسبه 100% لو اتعالج. انما لو جه من 6 ساعات ل 12 ساعه بيبقى نسبه السالفاج عنده 70%، لو من 12 ل 24 ساعه بيبقى 20%، لو اكتر من 24 ساعه بنسميها الميست تورشن اللي هو بقى خلاص الموضوع ما عادتش فايبل وما عادش فيها. طب هما نوعين من التورشن، لا اما اكسترا فاجينال لا اما انترا فاجينال. الاكسترا فاجينال بتبقى في نيو بورن و involve testes and its support structures و clinically بنلاقي swelling و discoloration of the scrotum و ال testes is typically infarcted and necrotic at birth. بالالتراساوند بنلاقي testes enlarged وبتبقى heterogeneous ecopattern و associated مع hydrocele، وبنلاقي skin thickening للسكروتم سكروتال وول، وبالدوبلر نو كلر فلو ات اول. ده اللي هو الانترا فاجينال. المهمه بقى اللي جايه اللي هي الاكسترا دي اللي فاتت اكسترا فاجينال في نيو بورن، لان احنا عارفين ان التستد في بيبقى فيها ديسند انترا بورتينيال وتنزل للانجوينال كانوب، فبيحصل لها المشكله وهي قبل ما توصل للسكروتم، فدي بنقول عليها انترا فاجينال. لما تخش بقى على التورشن يبقى ويزين التيونيكا فاجينالز بقول عليها انترا فاجينال. ايه البريدسبوزنج فاكتورز بتاعتها؟ لو في لونج اند نارو ميزنتري فشيء طبيعي ان هي تلف حوالين نفسها، او حاجه اسمها بيل كلابر ديفورميتي اللي هو زي الجرس اللي بيبقى جوه الجرس اللي بيرن ده وبيتحرك يمين وشمال، ده نتيجه ان التيونيكا فاجينالز مفروض ان هي بتكفر التستز وتسيب الجزء البوستيريور اللي هو فيه الابيديزم والكلام ده نوت كفرد. لا في الحالات بيبقى التيونيكا فاجينالز دي كفرد البوستيريور كومبوننت ديت انكلودنج ابيديدمس، فما بتبقاش التستز فيكسد كويس فبتتحرك زي اللي هو مش عارف اسمه ايه اللي جوه الجرس ده، فبيتحرك زيه فممكن تعمل
التوبشن ده. بيجي للعيان باكيوت بين ونوزيا وفوميتنج مع لونج ويت فيفر. طيب انا جاي وقمت اعمل له واحد قال ان عنده اكيوت بين وعملت له التيست اللي هو بتاع اللي قلناه في الميزموكايتس رفعنا التيستز اباف السيمفيسوز والبين مش ريليفد فقمت اعمل له الترا ساوند ممكن الاقيها ايرلي قوي بتبقى نورمال لكن من 4 لـ 6 ساعات ممكن الاقي التيستز ان لارجر وتبقى ديفيوزلي اوف هيتروجينس لو ايكوجينيك باتن واسوشيتد معاها هيدروسيل وول سيكننج للسكوتال وول. واهم نقطه ان انا لو عملت دوبلر ما بلاقيش كلر فلو باي دوبلر نو كلر فلو باي دوبلر وده عكس الابيديدمو اوركايتس. في لو التستز انفولفد في الابيديدمو اوركايتس بلاقي انها هايلي فاسكولار هنا ما بلاقيش كلر دوبلر اتول بي الكلر فلو اتول بالدوبلر اكزامينشن. الميز ديتورشن ده اللي هو اكتر من 24 ساعه بقى بيحصل فاسكولار كونجيشن ولما يحصل فاسكولار كونجيشن ممكن يحصل اسكيميا واسوشيت مع هيمج اند انفاركشن. وممكن في الحالات الميز ديتورشن ده انا بنبص على الابيديدمس نلاقيها كبرت عشان الديفرنشال ارتري اللي هو بيغذي الابيديدمس بيبقى انفولفد رخم في التورشن. زي ما انا شايف هنا دي النورمال تيستز على الليفت سايد واخده فاسكولاريتي انترا تستيكولار زي الفل ما فيهاش حاجه نورمال انما على الرايت سايد في ريلاتيفلي انلارجد تيستز واخده هايبو اوكوجينيك باتن اوف هيتروجينوس باتن. ولما عملنا الدوبلر في الجهتين اهوت مش باين جواها اي فيابيليتي ما فيش اي فاسكولار باتن او فاسكولار فيزلز جوه. دبل ايزوتوب ما بيبقاش فيه تريس اوف اكتيف ماتيريال ده نتيجه ان هي مش فايبل. ده بالنسبه للتورشن والفرق بينه وبين الابيديدمو اوركايتس از اكيوت سكروتال بين. نخش على حاجه بسيطه كده بنقابلها ساعات انسيدنتال كتير اللي هي التستيكولار مايكرولايزيزيس اللي هو عباره عن دوتس صغيره خالص ايكودنس من الكالسيوم ديبوزيتس. الكالسيوم ديبوزيت ده بيبقى وزين ذا سيمينيفرس تيبيولز. طب انا ليه ما اقولش عليها كالسيفيكيشن لانها ما بتديش اكوستيك شادو. لو ادت اكوستيك شادو يبقى ده كالسيفيكيشن وزين ذا تيستس. طب ايه اهميتها؟ انا لما بشوف ديت بيبقى ده مور لايبل انه يحصل له مالجنسي فلازم اعمل له فولو اب. بيبقى الانكريز دي ريسك اوف تستيكولار مالجنسي في الحالات اللي بشوف فيها تستيكولار مايكولايزيس. مايكولايزيس از ا بريزنس اوف 5 اوف مور مايكولايزيس. زي ما قلنا بيبقى absent of acoustic shadow differentiate it from testicular calcification. التستيكولار مايكولايزيس از نوت ديتكتد ويز ام ار اي. طبعا ام ار اي انا مش هقدر اشوف المانيول ده كويس لان احنا عارفين ان السي تي سنسيتيف يمكن للكالسيفيكيشن لكن الام ار اي لا. بات ام ار اي ايمجينج مي بي هيلبفول لو معاها كوجستنج ماس لان احنا بنقول ان الريسك اوف مالجنسي بيبقى عالي في حالات المايكولايزيس فالام ار بيبقى ده فايدته معاها. ده حاله الترا ساوند وشايفين هنا الميكولايزيز اهيت ايكودنس فصاي صغيره خالص في السيمينيفرس تيبيول وما فيهاش اكوستيك شد لكن معاها ايه؟ معاها هايبوكويك انترا تستيكولار ماس وده اللي احنا بنقول انها بيبقى هايلي ريسك انها يحصل معاها انترا تستيكولار مالجنت ماس. ودي ادفانس كيس بقى تقريبا يعني معظم التستز مبينه منوره كده زي اللومب ديت مانسكيز اوف مايكروزيزيس. طيب نيجي لحاجه بتقابلنا كتير قوي في شغلنا اللي هو الاندسند تيستز. المفروض ان التيست بتبقى انت قبل ما بتنزل للانجواينال كانال بتسند انتو ذا انجواينال كانال فبيبقى وبعد كده تنزل سكوتال وول لكن ساعات ما بتكملش وبيبقى الموست كومون سايت لوكيشن للاندسيستز بيبقى الانجواينال كانال. لذلك ده المنطقه اللي بركز عليها في الفحص بتاعي. بعد كده او مش شايف بقى انت ابدومينال لو لقيتها او ما لقيتهاش لو ما لقيتش اساسا التستس في السكروتم. الاندسند تستس كاري ان انكريزد ريسك اوف مالجنس زيها زي المايكولايزيس بالظبط. يعني انا لما ما بلاقيش اندسند لما بلاقيش تستس وبشخص اندسند بيبقى مور لايبل انها الريسك بتاع المالجنس فيها عالي.
بالالترا ساوند بلاقي هايبو اوكور كراوند اوف فود ستراكشر اوف اندسيتس اوف اندسيندد ديستنس ار اوفن. ساعات انا بشوف الـ 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 زي هنا كده اوفال وهايبو اوكوريك ستراكشر في الانجوينال ليجن اقول وهم قارن بالجهه الثانيه لو لقيت ده ومش موجود في الجهه الثانيه بقى هم اتوقع ان ده اللي اندسيندسيس. لكن في بعض الاحيان بتبقى اطرافك ما بقدرش اشوف بالام ار اي ايمجنج بتلاقيها راوندد اوف ممكن انا ما عرفتش اشوفها بالالترا ساوند. بعمل ام ار اي وبعمل كومبارزن زي ما باين هنا في تي 2 اهوت ادا اوفال مش اللي شايفه في الجهه الثانيه. ده الاكسترنال الك فيزلز وده اللي انا شاكك انها تكون الاندستنتستس مش لاقيها في الجهه الثانيه فشخص عنها عندي برضه نفس المنظر هنا في حاله ثانيه. السيجنال انتنسي اون تي تو ويتد ايمج مي فاري ديبندنج اون ذا ديجري اوف اتروفي طبعا بتاعت التستس بالام ار اي ايمجنج كان ديمونستريت ان انترا ابدومينال اندستنتستس ويتش كان بي ديفيكالت تو بي ديتكتد بالالترا ساوند. طبعا الانترا ابدومينال اندستنتسيس بقى صعب جدا ان انا عشان الجاز كونتنت اللي موجوده في الابدومين وكده بقى صعب قوي ان انا اشوفها بالالترا ساوند. لذلك بطلب ان انا اعمل لها ام ار اي او سي تي. ده بالسي تي اهوت جوانا الريجن اداء واضحه خالص ومش موجوده في الجهه الثانيه فاتوقع ان ده يكون اندستنتد تستس على الرايت سايد. ودي لارج انترا ابدومينال بقى وحصل فيها سيمينوم بقت فيها ماس ومنيله دي يعني كبرت وبقى فيها ماس. دلوقتي هنتكلم بسرعه كده عن الاكسترا تستيكولار ليجنز. احنا قلنا معظم الاكسترا تستيكولار ليجن بتبقى بناين. بنبدا بالليبوما. الليبوما ده موست كومن اكسترا تستيكولار نيوبلازم. بتوجينيت دايما من السبرماتيك كورد. الليبوما بتبقى رينج من مايكروسكوبك ل 3.5 ل 3 كيلو جرام في وزنها يعني من صغيره خالص لكبيره قوي ويز نو سبيسيفيك اتش بريديكيشن. هذا في الام ار اي المفروض انها تبان هنا هاي سيجنال وهنا هاي سيجنال. المهم بعمل لها فاتسات بقى عشان كده فهنا الهاي سيجنال بالنسبه للفات في التي 1 يعني في التي 1 باينه هنا ان هي هاي سيجنال اهو. لما عملنا لها في فاتسات فحصل سبريشن للسيجنال وبقت دايجنوزد از ليبو. بنتكلم عن حاجه ثانيه اسمها ادينوماتويد تيومر. الادينوماتويد تيومر ديت بناين سوليد اكسترا تستيكولار ماس برضه وبتيجي في الابيديديمس او في الديونيكا فاجيناليز او في السبرماتيك كورد ولكن اشهر مكان لها الابيديديمال تيل. ايه الموست كومون ابيديديمال تيومر؟ هي الادينوماتويد تيومر. 30% من البارا تستيكولار نيوبلازم بتبقى بعد الليبوما على طول. بالالترا ساوند بلاقي اكسترا تستيكولار سوليد ماس ويز فاريبل ايكوجينيستي زي ما احنا شايفين هنا. بالام ار اي بتبقى اوف لو سيجنال انتنسي وبتاخد ليتل انهانسمنت. دي حاله يعني فيها مشكله شويه ان انا مش قادر اعرف اذا كانت انترا ولا اكسترا تستيكولار بالالترا ساوند. فدي هايبر اكويك ماس اللي هي باين عليها الارو ده عند اللور بول بتاع التستز. في سبيشال ريليشن شيب اوف ماس تو تستز از نوت كليملي ديفاين. انا مش قادر اعرف اذا كانت دي انترا ولا اكسترا لانها لها وايد بيز زي ما احنا شايفين كده. فاقوم اعمل لها ام ار بقى طلعت هنا واضحه قوي انها اكسترا تستيكولار. ليه؟ لان في اللاين اللي باين لو سيجنال في تي 2 ده اهوت ده السبتم اللي هو بتاع التيونيكا البيوجينيا والماس دي براه وضغط عليه وعامله البروت بيز ده. يبقى اذا الام ار اي هنا فادني في ان انا في بعض حالات ما بتبقى بريفرال في التستس وما بقاش عارف اذا كانت انترا ولا اكسترا تستيكولار فاقوم بعد ما اعمل الترا ساوند بعمل لها ام ار اي. ده بيقدر يساعدني في اللوكيشن بتاعه الماس. فالكومونتي 2 بلاقي هنا سلايت هايبو انتنس لنتيكولار ماس از اكسترا تستيكولار. نوت السينجلو سيجنال باند كورسبوندينج تو تيونيكا اللي انا قلت عليه اللي هو ده.
يبقى ده فايده الام ار اي في بعض الحالات. في حاجه اسمها فايبرس سودو تيومر، عباره عن نتيجه فايبرس بروليفيليشن، وبتبقى 75% من الحالات بتطلع من التونيكا فاجينالز. وانت عارفين الفايبرس تيشو بتبقى في تي 1 او تي 2، بتبان له سيجنال في الام ار اي بالمنظر ده، فده كاركترستيك، وده اكسترا تيستيكولار زي ما هو واضح هنا، وهنا واضحه بالالتراساوند. البولي اوركيديزم اللي هي السوبر نيومري تيستز، ده بنلاقي اكثر من تيستز زي ما احنا، 75% من الحالات بتبقى انترا سكروتال، اند ذا بيشنت موست اوفن بريزنت ويز ا بينلس سكروتال ماس، و20% بتبقى انجوينال، و5% بتبقى ريتروبروتونيال. يعني بلاقي المالتيبل تيستز ديت 75% انترا سكروتال، والباقيين 20% انجوينال و5% ريتروبروتونيال. بيبقى دايما معاهم ابنورمال سبرماتوجينيسيس، وبيبقوا مور موبايل، وبرضه بتزيد البريفالنس بتاع المالجنسي في السوبر نيومري تيستس دي، القيمه بتاعتهم يعني زي ما قلنا في المايكولازيز قبل كده وفي الاندسند تيستس. نيجي نتكلم عن الهايد وسيل، ده وجود في اللود كونتنت، واحنا قلنا ان التيونيكا فاجينالز دي تو لير، لير بيبقى لازق في التستس، واللير جات السكروتال وول، وبيبقى بوتنشال سبيس موجود، المفروض ان بيبقى فيه ليتل فلويد، ده نورمال بشوفه ساعات، لكن لو زاد بقوم اشخصه ان ده ممكن يبقى هايد وسيل لو هو كليف. طب لو لقينا فلويد ليفل زي ده ممكن تجيب بقى حاجه اسمها هيماتوسيل، ودي بتبقى سكندري للتروما او سيرجري او تيومر. او لو لقيت ان في انترنال ايكوز وسيك وكده ممكن يبقى ده باص، وبقول عليه بايوسيل، نتيجه ابيديدمو اوركايتس او ابسيس. وفي نوع بيبقى كونجينيتال هايدروسيل. طب ايه سببه؟ بيبقى اسوشيت مع التروما، مع الانفكشن، مع التيومر، مع التورشن، مع او ايديو بس، لاي سبب ممكن ينتج معاه اسوشيت هيدروسيل. في الحاله دي ممكن نلاقي ان في سيبتيشن زي ما هو باين هنا، وهنا كليف لارج فلويد، وده النورمال تيستز، وده النورمال تيستز اللي حصل. نعم الوقت خلاص اللي هو فصل. ده المينيمال، وهنا لارج هيدروسيل. في اتنين سيست بسرعه كده نقولهم، حاجه اسمها سبرماتوسيل والابيديدمال سيست. السبرماتوسيل دي عباره عن سيستك دايليزيشن للافنت داكتيولز، وبتبقى في الابيديدمال هيد، وممكن وبتبقى يوني لوكيلر، وممكن نلاقي فيها انترنال ايكوز اللي هي السبرماتوزوا، نتيجه ان في سبرماتوز جواها، وبتبقى اوف فلويد سيجنالز، ومينلي بتبقى عند الهيد اوف ذا ابيديدمس. الابيديدمال سيست ليس كومون زان السبرماتوسيل، وبتبقى فيها سيرس فلويد، وبتيجي في اي مكان في الابيديدمس. ديت الابيديدمال هيد اهوت، وده سيست، وده الكومبريزد تيشو، فدي اعتقد انها ابيديدمال سيست مش سبرماتوسيل. لو نشوف اللي بعد كده ممكن دي تبقى سبرماتوسيل. نيجي بقى للحاجه اللي بتقابلنا كتير قوي اللي هو الفاريكوسيل، ده عباره عن ابنورمال دايليتيشن للبامبينو فيرم بلكسس اوف فين، وبتيجي في اني ايج بات كومون من 15 ل 25 سنه، وبتبقى اكتر زي ما قلنا عشان الفينوس درينج طبيعته في الليفت سايد بياخد روت اطول من من الرايت سايد، فبيبقى في الليفت سايد اكتر من الرايت سايد. وهي نوعين، لا اما برايمري لا اما السكندري. السكندري نتيجه اي ريتم بروتونيال ماس وضغطت وعملت على اثرت على الفينوس درينج، انما البرايمري بقى كوزد بي ان كومبتنت فالفز، فلما بيبقى في انكومبتنت فالف بيحصل ريفلكس، وبيحصل امبيرد فينوس دمينج ديورنج اثناء لما بعمل فالزلفا، او بقول للعيال اسال عني اعمل فالزلفا مانوفر، او ان هو يقف، فبيحصل امبيرمنت للفينوس دمينج. وبيجي العيان بشكوى ان هو متجوز وبقاله فتره وعنده انفيرتيليتي،
29% من الانفنتايل منها فاريكوسيل، 60% بيبقى بالبابل فاريكوسيل، و40% لا، 53% امبروفد سبيرم كواليتي افتر تريتمنت. بالالترا ساوند بلاقي دايليتد فيزل بتاخد سيربيجنس باترن، وبتبقى احنا نورمال المفروض ان هي الكروس سكشن بتاع الفين اللي هي البامبينو فورم بلكسس اوف فين بيبقى 2 مللي، وفي ناس تقول 2.5 مللي. المهم اللي هو لو زاد عن 2 ل 2.5 مللي بقى اتوقع ان ده دايليتد فينز، بيبقى لها فيزيك فلو، وممكن يحصل ريتروجريد فيلينج ديورنج الفالزالفا مانوفر ويحصل ريفلكس، وهنا لارج اكستند بوستيرلي اور انفيريور تو ذا تيستس. ده بالنسبه للفاريكوسيل. ده بندي اكزامبل هنا، ده دايليتد اهوت فينز باين في الجراي سكيل الترا ساوند، وده التيستس حواليها هو واضح جدا. فده لونجتين الالتراسون ايمج اوف ذا ليفت تيست شو مالتيبل سيربيجينس هايبو اوكويك سبيسز اراوند الليفت تيست اللي هو ده. طب لما اعمل كلر دوبلر ده في الريست وده في الفالزالفا مانوفر او الاستريننج او الاستاندنج، بعمل كلر ايمج اوبتيم جاست اباف ذا تيست دورنج الفالزالفا مانوفر. انا يعني انا هنا في العادي هنا لما بعمل كلر بلاقي ذا دايليتد فينز واضحه خالص اللي هي الزرقاء ده اهي اللي انا متقاسه ديت، ولا الدايمتر بتاعها اكتر من 2 مللي. لو عملت بقى فالزالفا مانوفر بلاقي انها بتوسع اكتر، وفي نفس الوقت الكلر بيزيد اكتر من الريست، يبقى ده بتوقع ان ديت بيبقى اسوشيتد معاها ريفلكس. هو ده اللي بيهم الكلينيشن، هل هي معاها ريفلكس ولا ما معهاش. دي انذر كيس برضه سيربيجنس دايليتيشن للبامبينوفور بلكسس اوف فينز، ده لما خدت الكلر دول باين الدايليتيشن بتاع البامبينوفور بلكسس اوف فين، وده لما عملت فالزالفا مانوفر الكلر زاد جدا وبقت مدياني اكتر من لون، يبقى ده دليل ان فيها ريفلكس. ولو عملت فلو سبيكترال ويف المفروض ده الفلو، لما بقول للعيان اعمل فالزالفا مانور نتيجه الريفلكس بيقوم يعلى معايا الكيرف، وده مهم جدا في تشخيص الريفلكس في حالات الفالزالفا الفاريكوسيل.